السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. النهاردة هنتكلم عن السفرة وازاي نتعامل معها للأطفال حديث الولادة. طبعا السفرة من الحاجات اللي بتشغل بال الأمهات اللي لسه والدة جديد، هل ابني أو بنتي هيجيله السفرة ولا لأ، لأن طبعا السفرة من الحالات الشائعة جدا اللي بتسيب الأطفال أكتر من 50% منهم. طبعا السفرة بتظهر في الأسبوع الأول من الولادة، من ولادة الطفل. بتيجي ليه؟ بسبب ارتفاع مادة معينة في الدم، هي اللي بتسبب اصفرار الجلد والأبيض بتاع العين. ده بيبقى ايه نتيجته أو سببه ايه؟ ده بيبقى بسبب ان طبعا الكبد ما بيكونش لسه قايم بوظيفه كاملة للبيبي، لأنه بيبقى لسه مولود، فالكبد لسه ما بيكونش بقايم بالوظيفة الكاملة انه يساعد على ازالة المادة اللي هي بتتفرز في الدم. طب ايه هي العوامل اللي بتزيد من احتمالات الصفرة؟ طبعا اول حاجة الولادة المبكرة، الامهات اللي بتولد بدري عن اوانها، ده بيكون معرضين اكتر للصفرة، لان بتكون الكبد بتاع البيبي لسه ما اكتملش، فبيكون معرض اكتر. طبعا رقم 2 رضاعة طبيعية، الامهات اللي ما بترضعش اطفالها بطريقة كافية او عدد مرات اقل معرضين طبعا للصفرة. طب ايه هي اعراض الصفرة؟ عشان لما تيجي للطفل بتاعي بقى اكون عارفة او الاحظها. طبعا اول حاجة بيكون الجلد بتاع البيبي كله بيصفر، وبياض العين برضو بتلاحظين هو اصفر مش ابيض. طبعا بيكون في جسمه فين؟ بيكون في صدره والمعدة ودراعه ورجليه. طبعا براز الطفل بيكون لونه شاحب، والبول بتاعه برضو. طبعا الطفل لما بتولد بيكون لون البول بتاعه عديم اللون، ما بيكونش ليه لون خالص، لكن لما تلاقيه لونه اغمق تلاحظ ساعتها ان فيه صفرة. طبعا لو كانت الصفرة عنده البيبي لا قدر الله شديدة، بتلاحظيها اكتر في البطن واطراف الصوابع، وبتقعد عنده 3 اسابيع. طب ايه هي علاج الصفرة؟ نعالجها ازاي او نتعامل معاها ازاي؟ طبعا الصفرة العادية او المعتدلة اللي هي مش شديدة دي بتروح بعد اسبوعين حتى لو الطفل ما تعالجش، ولو الدكتور كتب له على علاج بتروح بسرعة. طبعا الصفرة اللي هي بتكون شديدة للطفل ده بيبقى لازم ان هو يروح مستشفى، لانه بيبقى بياخد علاج لحالته، والدكتور طبعا هو اللي بيعرف درجة الصفرة عند الطفل قد ايه. طب احنا نعمل ايه عشان الطفل ما يجيلوش او نحميه من حاجة زي كده؟ طبعا الحاجة الانسب للطفل ان احنا بايد اي ام تعملها ان هي ترضعه كويس وتشبعه، طبعا من 8 مرات ل 12 مرة في اليوم. واهم حاجة الطفل يشبع، كل ما الطفل بيرضع رضاعة طبيعية سليمة كل ما هتحافظي عليه من الصفرة، وان شاء الله يعني ما يتجيلوش خالص.